في ناس بظنوا انه هو يعني يثق بنفسه وانه الاعلام لن يؤثر فيه، فبتلاقيه دائما بيفتح على هذه الفضائية مثلا، من حيث لا يدري سوف يكتشف فيما بعد انه تغير. هذول اللي بتغيروش مين؟ ناس عميقين بيكونوا بدرسوا قاعدين بيكونوا عم بيحللوا بتفاصيل ممكن وبتأثر. كثير من الناس اللي ممكن احيانا تجدهم عندهم انحراف اليوم في الموقف، يعني تجده ضد الشعوب، يم اعرف اولا قبل ما انه يحكي معك كلمتين معناته هذا يا اما بيكون تابع لحزب فهو بوك من ابواق حزبه، او بيكون هو بيكون الاعلام اللي بشوفه هو اللي اثر فيه. يعني في ناس صادقين، في ناس صادقين وظن بظن فعلا انه زي ما بيقول هذا الاعلام. هذا مشكلته تكمن وين؟ في انك بدك تشوف كيف تعالجه يصير يشوف اكثر من وجهة نظر، اكثر من وجهة نظر، تعال هون 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 هون، لانه اليوم بعد سنين مضت انه ظل اعمى مش شايف. البوطي في اخر حياته انا شفت له شريط مقابلة معاه من الاعلام السوري، بتعرفوا البوطي كان في ظهره مؤيد للنظام وفي خطبه وتفاصيل تمام، فشفت شريط واستغربت في حينها من هذا الشريط، هذا قبل مقتله، وعلى فكرة هم اللي قتلوه، الدولة قتلته. أثناء المقابلة معه شو بقول؟ بقول بما معناه، تصوروا مين كان يتصور إنه في يوم من الأيام يعني ضمن الحكم السوري إنه مثلا يؤذن في الصلاة مثلا في الجيش؟ إيش؟ طب ما هذا شو معناته عم نقول إحنا؟ طب هذا بعد الثورة صاروا يقولوا له، بعد الثورة يعني بسنة سنتين انه اجينا صرنا نسمح للجيش يصلوا ويصير في اماكن يصلوا فيها الجيش، ونيجي نقول مين كان يتصور يعني شو كاينين هذول معناته؟ فهمتوا؟ فانا استغربت قلت شو لا يكون برميها الزلمة مشان يفهموها الناس، برميها انه مين بصدق، مين يعني مين بتخيل انه يكون في يوم من الايام ايش شو كاينين معناته هذول؟ فهمتوا؟ طب والبوطي مش غبي يقول هذا الكلام، لانه هذا واضح اي واحد بسمعه بيدرك انه هذول طول عمرهم ضد الصلاة، طول عمرهم ضد الدين، بعد الثورة يعني صاروا بدهم شو اسمه، مين كان يصدق انه هيو في اصلاحات، هيو في اصلاحات، تصوروا صاروا بيسمحوا في الصلاة. فهمتوا كيف؟ ايران اللي بيقول عن حالهم مسلمين، ومش ايران على فكرة، انا برد اكرر مش ايران، الكهنوت اللي مسيطر على رقاب الايرانيين، وكثير بجزء من الشيعة الان في العراق، الشيعة في العراق وايران بيرغبوا انهم يتركوا هذا الدين الباطل، ولكن الظروف وظروف القتل والاضطهاد والمصالح بتسكتهم، ولكن فضيحتهم الان في التعاون مع الكفار الروس في قتل شعب مسلم. كثير من الايرانيين على فكرة راح يطلع هيه مش كنا طب هدول ما هم مسلمين، بتقولوا انتوا بتجيبوا الروس وبتقتلوا الشعب مشان مين من اجل مين؟ يعني هو باقي آية الله بشار الاسد؟ شفتوا الله سبحانه وتعالى بده يفضحهم. اولا هم مش مسلمين، مش انا مش بصدر حكمي على كل الايرانيين، بالعكس راح تشوفوا في السنين القادمة لما الامور تستقر كثير من الناس يقلبوا سواء في العراق ولا في ايران، لانهم عرفوا انه هذا دين باطل، دين الكهنوت، الكهنوت اللي استغلوهم وهتكوا اعراضهم بزواج المتعة، واللي بياخذوا 20% من اموالهم باسم الخمس زكاة، قال كل سنة 20% من الاموال الى اخره، ولاحظوا بيكونوا حريصين انهم يظلهم اميين ويظلهم متخلفين، لانهم لما بصيروا بيعلموا بيعرفوا بيقاتلوا مع بشار والعلويين اللي هم اصلا كانوا يحكموا على العلويين انهم كفار، طيب هيكم بتقاتلوا مع العلويين وبتقاتلوا مع الروس، وهذا في شرع الله. لو كنتم مسلمين لو كانوا كفرتوا، لو كنتم مسلمين كفرتوا، لو مسلم متدين لاقصى حد عالم علماء وعمل على عمل هذا اللي هو ايش يعني قاتل مع الكفار ضد المسلمين كفر، الا اذا بقولوا انه الشعب السوري ليس بمسلم، وانا بقر فعلا الشعب السوري دينه مش دينهم،
الشعب السوري مسلم في غالبيته العظمى، 85% منه مسلم، وهذولاك اللي مش مسلمين، هذولاك اللي طول عمرهم بخونوا الأمة، طول عمرهم بخونوا الأمة على فكرة. ودرسوا تاريخهم، احنا ما كناش نعرفهم، ادرس تاريخهم تجدوا دائما الخيانات، هم كانوا دائما عبر التاريخ كله. احنا كنا قلنا احنا في القرن العشرين والواحد وعشرين انه لعله خلص هذاك تاريخ وراح ومضى، واستطاعوا يرضونا عن طريق التقية بكلام، وبعدين اكتشفنا. ودير بالكم هم بيحاولوا يعزلوا الشيعة برضو من ضمن المحاولات عن السنة، لانهم عارفين انه في النهاية الشعوب توعى، واذا وعيت الشعوب كيف بدها تظلها شيعة؟ يعني كيف بدها تظلها شيعة والمسلمين مفتوحين على بعضهم؟ كيف بدهم اما يعملوا عداوة؟ ولذلك لاحظوا في زماناته بعض علماء الاجتماع المسلمين حلل قضية انه لما اجت بريطانيا بدها تخرج من الهند والمسلمين في الهند بالملايين، عملت فتنة بين المسلمين والهندوس، وأدى هذا إلى هجرة المسلمين إلى الشمال وهجرة الهندوس إلى الجنوب، وتكونت دولة باكستان الشرقية وباكستان الغربية سنة 47. بعض علماء الاجتماع المسلمين شو بحلل؟ بحلل إنه كانت الدول الغربية بالذات بريطانيا بدها توجد حاجز بين الهند والقوى الشيوعية، يعني الصين وروسيا، هاي واحد. اثنين، انه كان بخطط الغرب ما يبقوش المسلمين موجودين في الهند، انه لما بصير عداء بين هندوس واسلام برضو بكون حاجز انه 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 الاسلام ما يقتحمش الـ 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 الهندوس، لانه الفكر الاسلامي قوي. نفس الشيء الان ايران شو بتعمل والكهنوت الايراني، مسألة العداء الشديد، هذا العداء الشديد من اجل لانها فاهمة انه المسلمين رح يستوعبوا الشيعة اصلا، لانه الشيعة مخدوعين، ولأنه جهل، وانتم بتشوفوا التصرفات لهم اشي عجيب، لا يعقل عقلاء يقبلوا مثل هذا الكلام اللي بيقولوا مشايخ الكهنوت عندهم، انه هذا ايجاد الحواجز امام الاسلام انه يقتحم الدين الشيعي. نكمل ان شاء الله، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.